بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقاء اليوم هو لقاء خاص سأتحدث فيه عن نشاطات طالبات الدورة التأهيلية. طبعا نحن في الدرس السابق أنهينا باب المخارج، وكان من التكليفات التي تطلب من الطالبات هو كتابة الدروس مباشرة على الدفتر، وكل درس يكتب بأسبوعه، يعني ما في شيء يتأجل لبعد أسبوع لأسبوعين، لا خلاص نحن هذا الأسبوع نزل الدرس نكتب بوقته. طبعا مع الدرس كان مطلوب أيضا أنه نحن نرسم المخارج. هلا بداية لما طلبت هذا الطلب صراحة الكل يعني الطالبات يعني استصعبوا أنه نحن ما بنعرف نرسم، فكيف بدنا نرسم؟ يعني حتى نحن تاركين المدارس أو ما عاد استعملنا الأقلام كثير وهكذا. فقلت لهم سبحان الله، إذا الإنسان بده وطلب هذا الشيء من رب العالمين فرب العالمين حيعين، خاصة إذا هو عم يطلب بصدق. وحقيقة يعني أنا قديش كنت حابة أنه يرسموا، فأنا توقعت أنه رسومات عادية يعني شغل هيك أطفال ممكن، لكن والله يعني أنا وقت وصلتني الرسومات يعني أنا نفسي تفاجأت فيها، يعني ما كنت متوقعة لهذا الجمال. وحتى بداية لما بدأوا برسوماتهم يعني لما وصلنا لآخر مخرج هن عم يتذكروا أنه أول رسمة كيف كانت، مايلة أو معوجة أو مش راكزة، صاروا يقارنوها بآخر رسمة، قديش صار في تقنية، قديش في جمال. حتى أني قلت لهم اللي ما تقدر ترسم ممكن تطبع الصورة طبع، أنا ما عندي إشكال أبدا. يمكن البعض يقول أنه ليش لحتى نكتب ونعذب حالنا وترسمي، يعني هذا جهد على الطالبة، لا أبدا مش جهد صراحة. لما نحن بدنا نعطي دورة مدة ممكن تروح سنة وآخر شيء الطالب ما يكتب كلمة من الدروس، يعني ما رح يقدر يستفيد أي شيء. الكتابة بحد ذاتها هي يعني اللي بتثبت المعلومة، أما إلقاء محاضرة ويطلع الطالب وينسى أصلا شو حكيت بالمحاضرة فهذا ما بيفيد أبدا. هيك من الأساسيات صراحة يعني بالدورة إنه هاي الكتابة ما في تنازل عنها. يعني مثل ما قلت إنه بالبداية شوي كان فيه هيك شوية إنه يعني إنه عم بلاقي صعوبة بالكتابة وعم ياخذ وقت معنا وهذه الأمور، لكن بعد فترة صار في متعة غريبة بكتابة الدروس، صار يتفننوا كيف نرسم وصار يتفننوا كيف نكتب، يعني حتى أنه يكتبوا بنهاية كل درس مثلا عبارات من جد وجد ومن سار على الدرب وصل وهكذا. يعني هم صاروا يدوروا على طريق أنه أنا أتفنن بدرسي. طبعا نحن بدنا نكتب صحيح، بس كمان أنا ما أكتب وأتفنن وأرسم ولون وبالآخير ما أحفظ. طبعا أنا بعد ما كتبت أنا بدي أحفظ، هذا أمر أكيد مفروغ منه. يعني هلأ هذا الخط لإحدى الأخوات قالت يمكن أنا من كم سنة ما كتبت، عم لقي صعوبة، لكن والله أنا هذا لو أشوف هذا الخط هذا شو أنا أعتبره فنانة خطاطة بحد ذاته. هذه رسومات أيضا لإحدى يعني الطالبات يعني كبيرة شوي في السن، لكن أنا يعني وقت أشوف هيك صور أنا أستمتع. الرسم بثبت المخرج صحيح، أما مجرد أنا بدي أتخيل خيال المخرج أقصى اللسان مع الحنك الأحلى اللحمي وأنا لا بعرف أقصى اللسان ولا بعرف حتى الحنك اللحمي وين، هذه المشكلة. أيضا هذه صور لأخوات أخريات كمان، يعني صراحة في إحدى الأخوات يعني هذه هي صاحبة هذه الصورة، يعني شبه فينا نقول يعني أمية، يعني إنه ما أنا ما قالت لي إنه أنا ما بعرف كثير بالكتابة أو بالرسوم أو كذا، فقلت لها سبحان الله يعني أنا وقت هذا شفت هذه الرسوم أنا أعتبره جهاد، هذا الكتابة جهاد وإن شاء الله أنت مأجور عليه. والكل هذه الصورة كمان لإحدى الأخوات، يعني الفن صار يزداد أكثر وأكثر ومتعة بالكتابة، يعني قالوا لي حقيقة إنه صار في عنا متعة بالكتابة. أيضا صورة لإحدى الأخوات يعني هذه أيضا عبارات، كل الأشياء في جوار الله هادئة ودافئة مليئة بالرضا. سبحان الله لما الإنسان يطلب بصدق ويعمل العمل بجد ورضا يعني رب العالمين مستحيل أنه يخيب. فنحن إن شاء الله نجتهد في الأبواب القادمة أخواتي ونطلب من الله العون السداد بإذن الله تعالى. أنا ممكن ما فيني أقول لكم إلا أنه أنا بتشكركم وبقدر جهودكم والتزامكم وصبركم على كل التكليفات اللي أنا بقدم لكم إياها، لكن أنا شو بدي أقول إلا أنه أنا بفتخر فيكم وبتشكركم وبحمد رب العالمين أنه وهبني وخلاني أنه أكرمني وفضل علي أنه أنا يعني أدرسكم وأسعد بهيك طالبات بهكذا رسومات بهكذا تفريغات
إن شاء الله بعون الله نصل لآخر الأبواب، ونحن بهذا الجد وهذا الحماس دون تراجع بعون الله تعالى. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه.